فرصة مفتوحة للمداخلات. أيوة خش يا زلمة تخاف ما بينفخك، لو دار ينفخك أنا بجي للنفخة عشان أنا دار اسما في متى ما تلاوز. فضل خش، فضل فضل خش، أديتك الإذن والله. طبعا ما عنده حاجة، تقال عنده حاجة كيسه فاضي سهل. الحمد لله، الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية اسما وذاتا ووصفا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد ذاتا ووصفا. الحمد لله الذي اصطفى هذا الدين وطهره من جماعات التكفير، جماعات التكفير أنصار السنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، السروريين، الهجرة والتكفير. هذه الجماعات التي تولدت منها الجماعات التكفيرية، هذه الجماعات التي تولدت منها الجماعات التكفيرية، فكفروا هذه الأمة، كفروا هذه الأمة وأحلوا عليها السيف. اعتصام بالكتاب والسنة، السروريين، الهجرة والتكفير، خشم بيوت، ها سلفية خشم بيوت، ناس كتل بها ملف بغادي، والصحابة الصحابة تكاتلوا من أجل السلطة، كلهم هؤلاء جماعات. قال الجماعات السلفية، سلفية وين انت؟ ها قال سلفية، سلفية وين؟ الجماعات التكفيرية هؤلاء هم شوكة في ظهر هذه الأمة، شوكة في ظهر هذا الإسلام. أنا أسأل في على مدار التاريخ، على مدار التاريخ وريني دور للجماعات السلفية في الإسلام. هذه الجماعات التكفيرية التي ظهرت بالحركة الوهابية، التي الحركة الوهابية التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية ظهر فيها محمد بن عبد الوهاب بعد انهيار الدولة العثمانية. ما بتقروا، لا بتقروا تاريخ ولا بتقروا، بس شغالين كافر مشرك بدعة ضلالة، نار نار نار، تقولوا أقعله في عطا معقوله، بس نار 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 نار. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، ذي بس النار النار النار. يعني الناس الوحيدين اللي هم ناجين جماعة مزدمي الفقيري، والهم ظهروا حسي ديل في الألفينات، جديد لن تجنو ده دين جديد لن كرت كرتونة، دين جديد ديل، بس دي جماعات ديل الناجة، أما الناس الزمانك ديل كلهم ديل في النار. يا أخي نحن جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا نحن عندنا الجنة دي يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو المشفع، والجنة دي يا جماعة عندنا السلسين، السلسين احنا بتاعت الجنة دي عندنا نحن. اها جماعة النادي كلهم همهم همهم كلهم بس يدخلوا الناس النار، هم التكفيرين يدخلوا الناس النار. ودي يا جماعة الجماعات السلفية او الوهابية بمسميات الكثيرة دي كلها جماعات يا جماعة تهدف لشنو؟ لهزم الاسلام. ما عندهم دور في المجتمع ولا عندهم دور في الاسلام ولا عندهم دور في التاريخ. اتحدى انا يا جماعه جميع الغزوات التي قامت في 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 حركات التحرير التي قامت في العالم الاسلامي كانوا قوات الصوفيه. ارجع للتاريخ، صلاح الدين الايوبي صوفي، صلاح الدين الايوبي صوفي، حرر حرر وين؟ حرر المقدس، صلاح الدين الايوبي حرر المقدس صوفي. امش وين؟ امش الامام السروسي في ليبيا صوفي، امش عثمان دانفودي في نيجيريا صوفي، أمشى عمر المختار في ليبيا صوفي، أحمد عرابي صوفي، الإمام محمد أحمد المهدي الذي حرر 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 هذا السودان صوفي. وين انتوا كنتوا؟ وين؟ بس تفلحوا، بس تدخلوا الأمة النار، نار 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 نار. يا أخي معقولة؟ وهابية وهابية يا جماعة، بس دي شيمتهم، بس تدخلوا الناس النار. الواحد تلقى شلة ثلاجتين، ثلاجة ورا وثلاجة قدام، ثلاجة ورا وثلاجة شنو؟ قدام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على ظهري، ديل بس والله تمشي هناك، تمشي المسجد تاكل مجان، تاكل مجان، تشرب مجان، شفت هناك ما في حاجة اسمها ماركات، لكن تمشي تلقى الوهابي خات يا زول ديوان ما عنده، ديوان ما عنده الوهابي، بل الوهابي يصل الصنف يا أخوه، يصل الصنف يا أخوه، ما عندهم ديوان، بس شيمتهم بس قدمت لهم شنو؟ ما قدمت للأمة. لكن يا جماعة المسائل الوهابية وقعوا فيها، نحن يا جماعة اختلافنا مع الوهابية ما اختلاف، دي كلها كرامات، دي حاجات أصلا وقع فيها شنو؟ وقع فيها لبسوا فيها على الأمة، لبسوا فيها على الأمة. لما نقول القلب العود مفهوم أو القلب العود ولد، يا جماعة الفاعل هو الله، الفاعل هو الله، والقاعدة القاعدة بتاعت التوحيد بتقول إن الله
إذا أراد أن يكرم عبدا خلق ونسب له. خلق وشنو؟ نسب له. يا جماعة نحن نعتقد عقيدة جازمة لا فاعل إلا الله، لكن الله بيفعل بإذن الله، بإذن الله بإذن الله. الشخص الطيب من البشر مش يقلبك بيت، والله يقلبك بيت وتحمل وتلد بإذن الله، بإذن الله والله يقلبك مش بيت، والله يجيب مطر في الصيف. يا أخي أفهم يا أخي، خلي عندك عقل يا أخي، خلي عندك عقل، خلي عندك أفق. أفهم في حاجة اسمها المجاز، في حاجة اسمها شنو؟ المجاز. سيدنا جبريل جلس سيدة مريم قال لا إنما أنا رسول ربك جئت لأهب لك غلاما زكيا. البهب الله ولا بهب سيدنا جبريل؟ البهب منه؟ البهب منه؟ لكن لماذا قال لأهب لك غلاما زكيا؟ ده يا جماعة حاجة اسمها المجاز، لكن ما بيعرف المجاز حرقوا بإجاز. وهابي والله أنا كان عنده سلطة في البلد دي ما خليت يقول له كله نحرقون، لأنه شوكة في ظهر الأمة، دمروا الأمة. الليلة يا جماعة نحن في الأقصى، الليلة الأقصى يا جماعة يحترق، الليلة الأقصى يدمر. الوهابية شقالين نحن نلم في الناس ونشقالين يطلعوا برا، إلا مزمل فقير والعطالة والعصبجية اللي قاعدين بجايدين. معقولة؟ ده الدين، ده الدين. الدين ما كده، الدين يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، مش نار نار نار. اديك كارت أحمر طوالي يطلعك برا الملة، اديك كارت أحمر يطلعك برا الملة. بشنو؟ بحجة واهمة، ما بيفهموا حاجة اسمها المجاز. يا جماعة نحن لما نقول القلب العود ولد، البيقلب هو الله، البيقلب والله، لكن الله بإذن الله، بإذن الله عبد الله وسأل الله والله أعطاه. أنت معترض مالك؟ معترض مالك؟ الله إذا كان أعطى، أعطى الإنسان ده، أنت معترض مالك؟ ها؟ ما في كرامات كثيرة في القرآن الكريم، في كرامات كثيرة ما لها حد في القرآن الكريم. الذي أتى بعرش بلقيس قبل قال وقال شنو؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. أنا ليلة في الزمن ده كان الوهابي، امشي امسح الآية دي، امسحها، لكن بفكرك ده انت معناه معترض على القرآن الكريم. يا اخي انت تقول كتاب وسنة وانت ما فاهم للكتاب والسنة اي حاجة. قال انما انا رسول، قال وقال الذي علمه وعنده، وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. جابوا كيف؟ ايوه يا جماعة دي امر خارق للعادة، ما هو تصويره. اقول لك الصوفية والله عندهم مطارات يطير وده يطير وده يطير، يا خطوط السودانية الطيارات وده يطير. يا اخي ما بفهم صغير زي ده يا اخي، ما بفهم زي ده يا اخي. خلي عندك افق يا اخي. الله طير الطيرة ما يطير عبده يا اخي؟ هل قدرة الله سبحانه وتعالى عاجزة؟ هل قدرة الله سبحانه، ده السؤال، انا السؤال اللي بسأله للوهابي، هل قدرة الله سبحانه وتعالى عاجزة؟ وهل القدرة تقيد بشيء معين؟ هل القدرة الله سبحانه وتعالى تقيد بشيء معين؟ هل قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى صالحة، صالحة في كل الأزمان قدرة الله سبحانه وتعالى. فالولي لما يقلب العود ولما يطير ولما يمشي في الموية ولما يعمل أي حاجة، عمل بإذن الله وعمل بدعوة الله وعمل بإذن الله، ودي عقيدتنا. وما ما ما, ما تكذب على الناس وما تعمم تقول الوهاب الصوفية قالوا الولي بيقلب العود ولد، الولي ها بيطير. أنا ما تلبس، أنا سألتك سؤال ثلاثة أسئلة، هل قدرة الله سبحانه وتعالى عاجزة، عاجزة من قلب الأعيان؟ بمعنى ما نقول قلب الأعيان دي الشجرة دي تبقى مو شجرة هنا، تبقى شجرة موز الجامعة السودانية يأكلوا منها، ده اسمه قلب الأعيان، اسمه شنو؟ قلب الأعيان. هل قدرة الله سبحانه وتعالى عاجزة من قلب الأعيان؟ ما بعرف، ما بعرف، لأنه بيعرف ثلاثة كلمات. يا جماعة الوهابي بيعرف ثلاثة شنو؟ كلمات، لأنه قرأ كتب صغيرة، كتب صغيرة فيها ثلاثة كلمات، مشرك، كافر، بدعة، ضلالة، نار نار نار. ليه؟ لأن يا جماعة الدولة وملح فيها ملح، والملح بيجيب الضغط، والضغط بيكسر الكل عينه، حسن كلهم كل عينه يكسرن. أتمنى أتمنى يكون نقاش علمي يا جماعة، نعقد في هذه الأماكن مناظرة علمية من أكبر دقن موجود في هذا السودان، أكبر دقن تجيبوه موجود في هذا السودان، تجيبوه هذه الجامعة نناظره ونمرمق له دقنه في الوطن، والطلبة ديل يشيلوا له الأمواس، يزينوا الجماعة ديل ويخلوا شكلهم الحاجة مقبولة. يا جماعة الدين ده جمال، الدين ده شنو؟ جمال، خلوا الحاجة مقبولة. يعني أنا ما عندنا استهتار باللحية، عندنا لحى وعندنا هذا شغلة، ده عنده لحية، لكن لحية مهذبة مش عاملة زي فرشة الجير. تقول الله يا أخي ما تلبسوا على الناس، ما تلبسوا. والله نحن جينا هنا صوفية، والله دارين مناظرة علمية،
نديكم 6 صفير ثاني احنا خيمه بتشوفوها هنا، لكن بشرط اذا نحن غلبناكم كلكم تحلقوا دقونكم، واذا جيتوا غلبتونا نحن سباحنا دي كلها بنقطعها، والله نقطعها كلها، والله مش يا جماعه نلبس سناي، نلبس اسمه شنو جون سينا صح؟ نلبس جون سينا مش نلبس قشم الحمام. ونحن ما زالين ندي مناظرة. طيب الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مسرور جدا، متكيف جدا، كون الصوفية أخواننا يخلوا الرقيص والكواريك ويجوا هنا ولو نبزنا. بمسألة، المسألة الثانية أخواننا، الزول ده على النقاش العلمي وده حبابه، وده على الكلام والآيات والأحاديث وده حبابه، لكن كلامه ما كان علمي. قال أنا لو مسكت البلد دي الوهابية ديل بحرقهم، صح ولا ما صح؟ ده كلام علمي؟ ده كلام علمي؟ ده ما هتر؟ ده ما هتر؟ وتجي تستهتر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي أنت وكيت ربنا سبحانه وتعالى ما وفقك تلبي اللحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر الذي عند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ده ما كلامنا نحن، قاعد في البخاري. وأجمع أهل المذاهب الأربعة على أن من حلق لحية إنسان ومثل به فإنه ضامن. ضامن أهل المذاهب الأربعة. يا أحمد كورك من برا، ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنت يا صوفية ليه ما بتتأدوا بكلام الله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول، خلوهم يا أخوان، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا يا صوفي سمعتك للنهاية، خليهم، أنا يا صوفي سمعتك للنهاية، أنت خلي عندك أدب. في السيرة النبوية لابن هشام لما جابوا الوليد للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له جئت بأمر فرقت به جماعتنا وسفهت أحلامنا إلى آخر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلاه كمل قال له أفرغت يا أبا الوليد وهو كافر، يعني قال له انتهيت. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال له من سورة فصلت، اعتبرنا أنا كافر؟ ده أدبك؟ بعمتك دي ده أدبك؟ ما خليك مؤدب، خليك مؤدب، فهمت؟ تتأدب جوا عينك، لأنه هنا دي جامعة السودان، دي ما الزريبة. أي واحد فيكم داري خش بنفتح له فرصة، لكن خليك محترم زي الطلبة ديل، ما تكورك من برا، ما تكورك من برا. طيب ده أدب قرآني ما استعطف الناس. ربنا قال في سورة الزمر يا صوفي الذين يستمعون القول، أول حاجة تسمع. أنا ما سمعت له يا طلبة الزول ده للنهاية، يبقى هو واجب عليه شنو يا أخوانا؟ وما يقاطع. وأنا قلت لك اعتبرني أنا كافر إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام الرسول ما داير، والأدب النبوي هو ما دايره، ده الأدب الصوفي، إنه يقاطع الزول وما يخليه يسمع الكلام لأنه خايف، لأنه منهجه باطل، فهمت؟ ما سكتوا شيخكم ده؟ سكتوا؟ زول كبير وما عوير كمان تقاطع؟ طيب نرجع للكلام، ما عندك أي حاجة، كل كلامك ده، كل كلامك ده إن شاء الله بنرد لك عليه، بس أنت تسكت كيف؟ أسكت جوا عينك تسكت؟ لا لا لما تسكت. طيب قال الحمد لله، ما تكورك من برا، ما بتغني على الطلبة بالجوطة، الطلبة ديل طلبة واعين، الكواريك ما بتعنيهم. أسكت يا أخ، لو ما داير أمرك برا. طيب دقيقة آي أصبر. طيب قال الحمد، أنت ما بتوريني أبدأ بشنو ولا ما أبدأ بشنو، أنت بدأت بكلام واتهمتنا إحنا بالتكفير وكذا، لابد نرد عليهم، حتى بعد ذاك نجي راجعين لازلتك. تقال بخليك ساكت؟ ما بخليك ساكت. تقالنا أنا زي ولادك الهسي ده عشان يجي يخش اللي استاذن منك؟ أنت شنو ذاته؟ طيب وما عنده أي حاجة، أنت قال عنده حاجة؟ قال الحمد لله الذي طهر الدين من جماعات التكفير وقال كفرت الأمة، فهمت؟ طيب أول حاجة جماعات التكفير أتذكرهم ديل من جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة وغيرهم ديل تكفيرين، والتكفيرين أكبر ناس، أكثر ناس ردوا عليهم أخواننا اللي أنت ما بيهم ديل، ردوا عليهم في أكبر قاعة الصداقة في الوقت الفوق، كان الصوفية والتكفيرين وغير التكفيرين كلهم خايفين يتكلموا في داعش، كلهم خايفين. أخواننا ديل جزاهم الله خير، قال لهم نحن أهل الحارة ومرقوا برا وجغموا داعش لما عرفوا الحصر. والكلام بتاع أخواننا ده أبشرك يا صوفي، جابته قنوات في السعودية وقنوات في ليبيا وفي غيره جابوا الكلام بتاعنا ده، فهمت؟ طيب أما مسألة نحن بنكفر الناس ساكت، ما بنكفر الناس، لكن أنا دارك تجيب لي زهر الرياض، زهر الرياض وينه؟ الود الخشة قبل شوية ده، أنا دارك تجيب لي دليل على كلام الشيخ ده
انه قال الشيخ صفحه 134 بيهرش ملك الموت. جيب لي حقيقه وما حقيقه، جيب لي الكلام ده انه الفاء ومجازا. طبعا يا اخواننا المجاز في القران ما في. ليه؟ لانه العلماء كلهم قالوا المجاز يجوز نفيه. يعني لما انت تقول ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، العلماء قالوا في المجاز ممكن تقول وما كلم الله موسى تكليما. ده في غير القران ما تكورك من برا يا ولد الحلال، ما تكورك من برا، ما تصبر يا اخي، اتقلي جاي ورا، انا ما جايك ما تخاف، انا دارك تقعد، انا ذاتي دارك تقعد. طيب لا ما بتكلم، انت ما بتديني تعليمات، انت شيخ ديلك لكن انت ما شيخي، انت تحج جزمتي دي انت. طيب قال 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 ونظير هذه الحكايه ما ذكره سيدي عبد الوهاب الشعراني في ترجمه سيدي محمد الشربيني. قال لما ضعف ولده احمد واشرف على الموت، ركزوا معي يا طلبه هنا الجوطه دي خلوها. قال لما ضعف ولده احمد واشرف على الموت، ركزوا معي يا طلبه، ولو في واحد من الطلبه دار يقرا حباب والف. قال حضر عزرائيل لقبض روحه، قال له الشيخ ارجع الى ربك فراجعه فان الامر قد نسخ. فرجع عزرائيل وشفي احمد من تلك الوعكه وعاش بعدها 30 عاما. وربنا قال في سوره الانعام، دار مصحف بنجيبه لك، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم شنو؟ لا يفرطون. وربنا قال لكل امه اجل في سوره الاعراف فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. معناته لما يجي الاجل يا اخواننا شنو؟ لما يجي الاجل بيقبض روحك ولا ما بيقبضه؟ ثاني بيرجع ملك الموت. وده شيخه قال بيرجع. طيب تعال خش اديني دليل من الكتاب ومن السنه، لانه ربنا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى منو؟ الى الله والرسول. جيب لي دليل من الكتاب والسنه على المساله دي، جيب دليل وبعد ذلك جيب كلامك الثاني. اول حاجه جيب شنو يا اخواننا؟ دليل يعني ايه او حديث. تفضل ايه او حديث وبعد ذلك ثاني بديك فرصة. تفضل. اولا يا جماعه اولا انا زودا طرحت عليه اسئله، قلت له وديني، طرحت عليه اسئله، طرحت عليه اسئله، طرحت عليه اسئله، ما يلف الموضوع، ما يلف الموضوع، عشان كده المناظره بتحكمنا، ما يلف الموضوع، انا دار ما يلف الموضوع، ما يلف الموضوع، ما يلف الموضوع، ما تلف الموضوع، اجاوب على اسئله نحن كويس كويس يا صوفيا. والله نحن صدورنا رحب شديد ونحن متكيفين شديد، لانه ما بيقدر يجيب دليل على كلام باطل زي ده. عرفته؟ كلام باطل زي ده ما بتقدر تجيب عليه دليل. وانت خليك القاعدين ديل ذاتهم خليه يجيبوا دليل. يا طلبه دارين دليل ولا ما دارين؟ هل القران صح يا طلبه ولا غلط؟ هل الملك الموت اذا جاء يقبض روح زول في زول بيرجعه؟ طيب يا صوفيه عشان نقتنع معاكم في دليل ولا ما في دليل؟ في دليل؟ تعال جيب الدليل، جيب الدليل، جيبه. الدليل هو ربنا سبحانه وتعالى قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم شنو؟ صادقين. وربنا قال فإن تنازعتم في شيء، فإن أداة شرط، تنازعتم فعل الشرط فردوه جواب الشرط إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. إن كنتم، إن دي برضو شرطية لك. لو أنت صحيح مؤمن وبتكفر فينا من قبل وقلت بتحرقنا بجاز، ولو حرقتنا بجاز وطلعت عيننا وطردتنا من السودان وانتهينا تشت، دعوة التوحيد ما بتقدر توقفها. فهمت الكلام؟ ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. فكونه نحن نموت ما حاجه، كونك تحرقنا بجاز اسي انت ما داعش؟ كونك تحرقنا بجاز مش ناس داعش حرقوا الطيار الاردني؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تعذبوا بالنار ولا تعذبوا بعذاب الله. حرام تحرقنا بجاز، حرام عليك، حرام حرام. ده ما كلامك انت، مش قلت بتحرقنا بجاز؟ الجاز حرقك انت ولا شنو؟ فهمت الشغل ده ما حرق؟ وزي ما قالت الفنانه العاطله الشغل بجاز، قال لا تورطت انت يا ود الحلال. طيب تورطت ورطه كبيره، تقدر تجيب دليل على المساله دي؟ قال الفاعل حقيقه هو الله. هل الفاعل حقيقه الرجع هو الله؟ طيب ما عندك دليل يا صوفي؟ في صوفي عنده حجة يا أخي، في صوفي عنده دليل؟ تقدر تجيب دليل على إنك بتهرش الملائكة؟ ها؟ تقدر تجيب آية ولا حديث إنه الملائكة بيهرشوم الصوفية؟ مات كوركوساي
ايها الشياطين ال 13 ما بتقدروا تعملوا حاجه، ما عندكم اي حاجه. ودليلنا على انه في شياطين من الانس قول الله عز وجل: قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. وربنا قال ربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين شنو؟ الانس والجن. كلام كله بأدلة، صواريخ جو جو من القرآن، أرض جو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت بطريقة صارت صفصفا لا ترى لها عوجا ولا أمتا، أنت تورطت. ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وربنا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيبا. نصحتك يا ختمي إن فالتمس يا ختمي غيري إن لحمي كان مرة. لأن صعبين والله، دار تجي تتجدع ودار تجي تهاتر ودار تجي احرقكم بجاز، احرقناها عملت شنو يعني؟ واحنا مارقين من بيوتنا. عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وربنا سبحانه وتعالى قال: الذين قال لهم الناس، انا ما اعرف ليه الود بجيب كلام المشركين، انت على حب علاقه الحب بينك وبين ناس ابو جهل دي شنو؟ فهمت؟ ربنا قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فهمت؟ ما بتسوي حاجة يا صوفي، ما تكورك زي ما قال لك أخ محي الدين: أسمع جعجعة ولا أرى طحينا. فهمت؟ ما عندك أي شيء، ما جبت ولا دليل، ودخلناه هنا فشل فاشل، ما قادر يجيب آية ولا حديث إنه الولي برجع ملك الموت. أنت بتقدر تجيبه البيكورك من برده؟ تقدر تجيبه؟ تقدر تجيبه؟ تقدر تجيب آية أو حديث وما فاهم الدليل ذاته معناه شنو؟ فهمت؟ تقدر تجيب آية ولا حديث إنه الولي برجع ملك الموت؟ دمنو ده؟ يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك. تفضل تعال خش كتاب أزاهير الرياض. ما تصبر أنت، أنت ما تهيج هنا، دي ما مهيوبة، دي ما الزريبة هنا، دي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ما تكورك من برا، فهمت؟ ده كتاب أزاهير الرياض. طيب ذاته أزاهير الرياض ده اعترف به منو؟ اعترف به شيخك الإزيري، اعترف به شيخك منو؟ الإزيري، في قناة سودانية 24 في المناظرة مع أحمد مع الهواري، منزلة في قناة أحمد بكري الصوفي اللي بينشر للصوفية، وديل عارفين إنه ديل جواكيم كبار وفي النهاية ما عندهم موضوع، كيسهم طلع فاضي، عارفين الموضوع ده. وبرضه اعترف به البرعي، برضه اعترف به البرعي: احرقكم بجاز ده اسلوب، احرقكم بجاز ده اسلوب. طيب ما تكورك، طيب خلوه يكورك يا اخوان، كم من كراماته انه لما ينجغم بكورك. طيب انت قال جاكوما ما معناه زور راسه فاضي، بس انت قال في حاجه يعني. طيب ده هنا ده كتاب ديوان ليك سلام مني، ديوان ليك سلام مني بتاع البرعي، ايوه طبعات كثيره يا صوفي، انت قال طبعه واحده. طيب دي صوره ابوك الشيخ البرعي، فهمت؟ كونك ما تثق فوقه دقيقة خليه، ماما من حقك انك ما تثق فوقه، لكن انا من حقي اتعامل معاك باسلوب بحث علمي، عشان نحن نعترف، عشان نحن نعترف بانه الكتاب ده حق زول من الناس في حاجة اسمها دار للطباعة والتوزيع، وده التلفون بتاعه. ما واثق شيل التلفون، نملك امرك تلفونك، امرك التلفون، امرك التلفون، اكتب 09123، اكتب ماله، رد عليهم وخليه يتكلموا لنا ناس دار الاصباط ديل، يجي يقول لنا الكتاب ده ما حقنا. 09123 52 152. قال لي خش في الموضوع ده شيخك الكبير لانه عارف حقه، اشياء انا منكوره. طيب وسكتوا ليه القبيل ده؟ طيب كن بين يدي شيخك كالبيت بين يدي المغسل. طيب رغم الايداع حدله، ده رغم الايداع، لسه انا جاي انت بتورينا اتغيد بشنو؟ انت ما بتتحكم فوق انت، فهمت؟ أنا بوري الناس منهج الصوفية الباطل من كتبهم. أنت ما بتجي توريني أقول شنو ما أقول شنو، أنت ما عندك أسئلة ذاته. الشبهة بتاعتك دي، الشبهة بتاعت الصوفية دي بتاعت إنه يا أخي لو داير بفتح لك فرصة. احترم الطلبة ديل يا أخي، احترم الطلبة، احترم الطلبة، عرفتها؟ لو خلوه 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 يا 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 صوفي، يا صوفي لو داير فرصة بفتح لك، تعال اتكلم، ما في داعي للهمجية دي يا ناس، ما تخلوكم ناس همجية، خلوا الناس يستفيدوا. طيب هنا في الكتاب ده، ده كتاب ليك سلام مني. القصائد الناقلة، خلوا يا اخوان القصائد الناقلة
الناقيل البرعي في الكتاب ده كلها من كتابة زهير الرياض في مدح يسمى ممرح هنا عرفتها؟ يا نفسي أمرحي لطيب ممرح صوتيا قاعدة دقيقة بس خلينا جاوب بعد ذاك نوري خلاص ما دي كده اتوسخت قاعده وما بيقدر يكذب لكن احنا دارين نذكره له من الكتاب قال يحضر مريده الشيخ في النزع والجبير للحجه يلقن الصوفي قال بيحضر المريد في النزع لما ينزع روحك وفي الجبير في شنو في القبر للحجه يلقن باحسن التعبير بيلقنك الحجه بتاعتك قال وله يؤانس في الوحدة والشبر والشيخ بيونسك جوا شنو جوا ود الحج طيب نحن نقوم نرجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنعم بها من فاصل عند التنازع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد في صحيح البخاري في صحيح مسلم في تفسير ابن كثير تفسير سورة إبراهيم لو داير برضو بنجينا ونوريك له في إمتى ما بتجي تلعب هنا طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل الفاجر قال تنزل عليه يأتيه الملكان فيقعدانه فيقولان له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل دي ثلاثة أسئلة بيسألوها للمؤمن والفاجر المؤمن بيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافتحوا له بابا من الجنة وأفرشوه من الجنة ويرى مقعده من النار فيقال له هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيأتيه رجل طيب الرائحة حسن الهيئة فيقول من أنت فإن وجهك الذي يبشر بالخير فيقول أنا عملك الصالح يعني رسولنا يا أخواننا الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللي بيونسنا في القبر منه العمل الصالح والبرعي قال البونسك منو الشيخ الصادق رسول الله ولا البرعي الرسول صلى الله عليه وسلم والكذاب رسول الله ولا كذاب البرعي فهمت الحاصل معادلة بسيطة أي مسلم بيعرف الكلام ده دي ما دار لا نغاش طيب برضو قال الشيخ يحضر مريده في النزع والجبير في النزع نحسن الظن بالصوفية مع أنه ما أهل لحسن الظن إنه الشيخ بلقنوا لا إله إلا الله نفترض معهم لكن في القبر كيف نوريك في القبر كيف ثبت كده يا أخونا معلش طيب الصفحة 134 عليكم الله خلونا نستفيد أي زول داير يخش يناقش حبابه ألف ونحن شغالين فوق ده من الدين لأنه ربنا قال في سورة الأنعام الآية 55 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين شنو سبيل المجرمين لابد نعرف منهجك لكن انت بتكورك عشان ما يستبين سبيل المجرمين لكن احنا برضو بنتكلم حتى يستبين سبيل المجرمين الصفحة 134 كتاب أزهير الرياض يداك أوكتا وفوك نفخ براو شيخك اعترف به زي ما قال الشاعر براي سويت شنو طيب قال لك تخش منه يا أخي في داعي يعني طيب الشيخ ذاته قال لك ما تخش انت في داعي تخش طيب لأن خالفت الشيخ نحن تبيننا فوقك تبينوا فيك الوهابية طيب قال نظير هذه الحكاية قال رأيت في شرح الصاوي على بعض كتب التوحيد في ترجمة الشيخ الجفري العلوي إنه في واحد قرأ عليه أبيات وتذكر بالبعث والشيخ حصل له حال وأغشي عليه من الخشية وقام وبعداك قال له وعد لي الابيات قال له ما بعيد لك الا تضمن لي الجنه قال له ما بضمن لك الجنه قال لك بدعو لك الله ليه هسي ما دارين نختلف معك طيب نمشي لقدام قال شنو فقال الرجل ما اريد الا الجنه فقال ان حصل لنا شيء ما كرهنا ودعا له بالجنه الصفحه 135 قال فحسنت حال الرجل وانتقل الى رحمه الله تعالى وشيعه صاحب الترجمه وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه الشيخ وش يتغير قال ثم ضحك واستبشر الشيخ دفن الزول ده الزول المات حسن حاله زي ما هو قال قام الشيخ وش يتغير بعد شوية ضحك واستبشر قال فسئل عن ذلك سألوا الشيخ قالوا له يا شيخ
ليه وشك أول حاجة اتغير بعد ذاك ضحكت واستبشرت؟ فسئل عن ذلك فقال إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه قال لو سألوك عن ربك بتقول منه؟ قال لما سأله الملكان عن ربه قال شيخي عبد الله باعلوي. فتعجبا لذلك. أي يا أخوانا يا أخوانا أنا كلامي ده إنصاف ولا ما إنصاف؟ لو أنا كذاب لو أنا كذاب مش من حقه إنه يفتح فوقي بلا؟ لو أنا جيت أشوه منهجك أنت منهجك أنت مش المفروض تفتح فوقي بلا؟ صح ولا ما صح؟ أنا مستعد أجي معاك وريني وقت المحكمة ونمشي وين؟ أنا مستعد أجيك. تاني في كلام يا شباب؟ ما في كلام. طيب المناظرة موضوع جايك له جايك طوالي لموضوع المناظرة ونحن كايسينك لاقينك ما لاقينك ذاته. طيب قال بشروا ولا تعسروا. وقال أنصار السنة أو الوهابية قال بيقولوا لك نار 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 نار. أولا حاجة يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها المدثر قم فأنذر. فالتبشير أو التحذير تحذير الناس وتخويفهم من عذاب الله ومن النار هذا من الدين. والإنسان يوميا في الصلوات الخمسة بيقول في التشهد الأخير إلا يكون الصوفي ما بيقولوا ده موضوع تاني اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فكون نخوف الناس بالنار هذا من مصلحتهم. ونحن بنقول للناس اللي بيعمل كده بيمشي النار ليه؟ لأنه منهجك أنت يا صوفي بيودي النار. زول بيقول أنا الملكين سألوا واحد صوفي قال له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. يا شباب ده ماش وين؟ ده ماش وين؟ زول بيقول كلام زي ده ماش وين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يابى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده أنت جيب لنا حديث أنت ما تقول لي لا لا ما لا لا ما لا الغلات ما بينتهي. جيب دليل جيب آية جيب حديث. الرسول في الحديث قال في جوابين خليه يا عليك الله ما أتكلم معه. قال في جوابين. الجواب الأول الزول الصالح بيقول ربي الله وديني الإسلام وهذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل الفاجر بيقول ها 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 لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. الرسول بيّن جوابين. من أين لك يا صوفي هذا الجواب الثالث؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كتم البيان ده لغاية ما ورونا له الصوفية؟ ده ما سؤال منطقي. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كتم حاجة يا أخواننا من الرسالة؟ ها؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام. يبقى كلامك جبته ده جبته من وين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ضلالة وين؟ في النار. يبقى أنت عارف كلامنا في النار ليه؟ كلامنا في النار ده ما كلام هين عرفتها؟ فأنا دايرك تفهم حاجة. أنت ما تجي بتكورك وكده وأنت بتقول الصوفية هي منهج يدعو إلى الإلفة وإلى وحدة المسلمين تحرقنا بالجاز ليه؟ مالك مارقنا من المسلمين؟ لا إله إلا الله. ما قلت بتحرقنا سبقت شينا ولا شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلثين دي للأمة وهمهم كله إنه دارين يدخلوا الناس في النار. لا والله نحن همنا كله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم ركز معي أنا ركز معي يا شيخ خلوا لو دار يتكلم خلوا يا ناس ما بزول يتكلم معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك شنو؟ أضعف الإيمان. نحن كمسلمين ما مأمورين نشوفك أنت كإنسان صوفي ولا غير صوفي واقع في شرك بالله واقع في ضلال واقع في شيء بوديك جهنم ونحن نسكت. لا نحن مأمورين إنه نأمرك بالمعروف وننهى عن المنكر. بل لو سكتنا ربنا بلعنا وين؟ في سورة المائدة. أنا من قبل بجيب آيات وحديث وهما دار الناس يسمعوا خلوا لو داري شرد يشرد. ربنا سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فنحن كأمة إسلامية كأمة إسلامية إذا ما ائتمرنا بالمعروف وانتهينا عن المنكر ربنا بلعنا. ونحن هو قال الغدس بتحترق وكده صح؟ انت عارف سبب شنو؟ الشرك. ربنا قال في سورة آل عمران من فوائد قصة أحد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب
السبب شنو؟ بما أشركوا بالله. يعني سبب الهزيمة هو شنو؟ الشرك. والحمد لله جميع الطلبة ديل قروا سورة النور في سنة ثالثة. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. دي أول حاجة يا أخوانا ما تشتغلوا، خليه يا أخونا معلش خليه خليه. هو لو كان بيحترم الناس كان احترمهم، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. خلوه يا أخوان، لو كان بيستحي من الله أولا ثم من الناس استحى. طيب، فالسبب الشرك، السبب بتاع ضياع الأمة وفسادها هو الشرك. عشان كده نحن لو دارين نرجع للتوحيد. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو يا أخوانا؟ يعبدونني ها لا يشركون بي شيئا. هل الكلام ده يا أخوانا كلام الوهابية؟ ها والله لو ده كلام الوهابية خلوا لنا هنا وامشوا، ده ما كلامنا. لكن الصوفي لأنه واقع في حاجة وما دار الناس يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. طيب قال فلان كان صوفي، احنا ما بهمنا كثير انه فلان كان صوفي، نحن بهمنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال قام استهتر بينا، وكلام ذاته كلام سيء وكلام بتاع قلة أدب. قال تلقى الوهابي شايل ثلاجتين، ثلاجة ورا وثلاجة قدام. ها رأيك شنو في الكلام ده، قلة أدب ولا ما قلة أدب؟ ها بعدين كذا عليك الله، لو نحن دارين ننزل معاك للمستوى ده هسي أنا ولا شيخك السمين يا تو اللي كان واقف بيجي السمين يا تو هسي الشايل ثلاجة منه ده شايل دولاب أربعة ضلف. لو دار انزل معاك للمستوى ده، لكن انا ما بنزل معاك لمستوى زي ده، فهمت؟ شايل لي ثلاجه يا زول، الدار يبقى سمين ربنا يزيده، والدار استمتع ربنا يمتعه، ونسال الله انه يكتر لكم القروش ويجيه لكم الجامعه وتنقلب مكيفات وتبقى باسطه ولبن، وربنا يزوج لكم وربنا يرغدكم في النعيم. ماله حرام؟ اسي شوف الصوفي حسود كيف يقدر اربي ثلاجه عشان احكها كده زي الكوز، هي لله. ماله فيها شنو؟ فيها شنو يعني؟ ما تقعدوا تلعبوا علينا، خلوا يا ناس خلوا يا اخواننا. الزول الماسي مع الحديث ما بيسمع كلامك يا اخونا، انت زول فاضل جزاك الله خير، لكن زول ما دار يسمع الحديث. طيب قال القلب العود هو الله، نشوف هل البرعي قال الكلام ده ولا ما قال. والواد ده بكذب على الله وعلى رسول الله وعلى البرعي وعلى الوهابيه، كذاب كذب عجيب ذاته. الكتاب ده كتاب ليك سلام مني. اما قوله انه الفاعل هو الله ده نفس كلام المشركين. سيقول احمد الطيب كان للشيخ يعقوب تلميذ وله ست بنات، فشكى ليوما عدم الولد الذكر. لا ما دي القبليه مش القلب البيت ولد، ايوه الصفحه اللي بغادي مش. طيب قال هو حاج تت الفلاتي، وكان رحمه الله جليلا في عالم الاسرار. من كراماته أن امرأة من نسائي طلبت منه يوما أن يشتري لها خادما تخدمها. ملقت له جيب لي خادم، الزمن ذاك كان فيه خدم. ليه هنا ما حرام ولا شرك ولا النار ولا فجاز ولا ابن حرقة. طيب قال ولحت عليه في ذلك، فأمرني أن أحمل فأسا وثوبا وأن أمشي معه إلى شجر هناك، فوقفت تحت شجرة وأمرني أن أقطع منها عودا على قدر قامة الإنسان. فلما فعلت ذلك أمرني أن أضع الثوب المذكور على العود ساترا به وأنا أتنحى عنه قليلا بحيث أكون قريبا منه، ثم أخذ سبحته وصار يذكر الله تعالى بهمة عالية والعود أمامه، ثم رفع صوته قائلا بخيت ثلاث مرات، فرأيت ذلك العود تحرك ثم صار أمة، فأمرني أن أمسكها بيدي فأخذتها إلى أن أوصلتها إلى زوجتي فعاشت عندها زمانا ثم توفيت. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من شنو؟ من شنو يا أخوانا؟ وربنا قال في سورة المؤمنون وسورة شنو؟ الحج. أول حاجة خلق الإنسان شنو يا أخوانا؟ نطفة، بعد النطفة شنو؟ علقة، بعديها مضغة، بعد المضغة عظاما، ثم كسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما جعل إنسان مخلوق بلا أبوين إلا آدم، وبلا أب إلا منو؟ عيسى، وبلا أم إلا حواء، وسائر بني آدم من شنو؟ من أب وأم. عشان كده ربنا قال قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة. لكن البرعي قال من شنو؟ قال من شجرة. غلط الآية،
من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. السبيل أن يخرج الجنين من بطن أمه عبر السبيل المعروف. هل ممكن الشجرة تمرق بالطريق ده؟ ها؟ بعدين قال لي الشيخ قال لي اقلبك انت ذاتك بيت ويحملك ذاته، وهو بيتكلم عن الأسلوب. قال بيتكلم عن الأسلوب. يا أخ والله الشيخ ما بيقدر يعمل حاجة، شيخك ده تعبان راقد في التراب. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو يا أخوانا؟ قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ربنا قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. شيخك برعي سماني تجاني قال ما يملكون من قطمير، مش يقلبني أنا أو يحولني. ربنا قال قطمير ما عنده. أنت عارف القطمير ده شنو؟ هو القشرة البيضاء على نواة البلح. ربنا قال لك الشيخ ده القشرة البيضاء ما عنده. ربنا قال مثل الذين يدعون من دون الله أولياء كمثل شنو؟ العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحن الآن في ديار مسلمين أم نحن في مجتمع مكة؟ نحن في مجتمع مكة يا أخواننا. نحن بنغالط الناس إنه الله اللي بيخلقنا. أنت عارف إبليس عارف الله اللي بيخلقه؟ قال أنا خير منه. أها قال شنو؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني الصوفية ده لو باريتهم بودوك وين؟ بغادي لإبليس. والله يودوك بغادي لإبليس. يا ناس دي أبجديات الدين. الخالق الله يا صوفي قال بنزل لك المطرة. ربنا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. نحن ده ضمير جمع بتاع شنو؟ بتاع تعظيم. ها ربنا قال لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وغير من الآيات والأدلة. قال الذي أيوة قام استدل قال سيدنا جبريل قال للسيدة مريم أنا جئت ليهب لك غلاما زكيا. أول حاجة جئت أيوة جئت دي لا خليك وما أصلا آيات تقرأين غلط، لكن جئت دي زيادة من الصوفي في كتاب الله، زيادة من الصوفي في كتاب الله. يورينا دي فيها تصورة، فيها تصورة يا صوفي. جيت دي فيها تصورة، لكن هو عشان يوقعك ويدافع عن شيوخه زول بيتعمي بصره وبتتعمي بصيرته. بس الشيخ ده يدافع عنه بأي طريقة، صح صح ما صح صح، بس كده فهمت؟ شيخنا بيقلب بيقلب، شيخنا بطير بطير، شيخنا بريك بريك. وانت زنقت هنا الشيخ ما حلك، زنقناك هنا قلنا لك جيب الدليل، الشيخ ما حلك داير بقى وشنو؟ يا ناس عليك الله ما تكركوا ساكت. أما كونه يجي يستدل بهذه القصة، جبريل قال لمريم عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا أو لأهب لك غلاما زكيا. أول حاجة جبريل قال إنما أنا رسول ربك. رسول ربك معناه شنو؟ معناه الله رسلني. الكباش الرسل منه، المكاشف الرسل منه، البرع الرسل منه. قال إنما أنا رسول. ربنا قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية. أها الآية بعدها شنو؟ فأرسلنا إليها روحنا. طيب هل عندك آية قالت فأرسلنا إليها برعينا أو كباشينا؟ عندك؟ كيف تستدل بالآية دي؟ ده استدلال ما في محله يا أخي، استدلال ما في محله. وده كان معجزة من المعجزات، عشان كده قال فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولشنو؟ وليجعله آية. أها بخيتة دي بقت آية؟ يا ناس ما تقعدوا تلعبوا علينا، ما تلعبوا علينا، ما في أي وجه للاستدلال بقصة سيدنا جبريل عليه السلام. طيب قام استدل بآية سورة النمل برضو قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به وما قادر يتم الآية قبل أن يرتد إليك طرفه. طيب العلماء قالوا أهل التفسير قالوا أول حاجة اختلفوا هل هو صالح أم هل هو سليمان، لأنه قالوا أعلم الناس في زمانه هو سليمان بلا شك. قالوا هو آصف ابن برخية وهو من قبل بحضر والمكنة بتاعته ما قادر تدور، فهمت ليس بحضر ومكانته ما قادر تدور. العلماء قالوا آصف ابن برخية كان يعرف اسم الله الأعظم فدعا الله أن يأتيه بعرش بلقيس فجاء الله بعرش بلقيس. انت يا صوفي لو قلت يا الله أدي فلانة دي ولد، نحن هنا ما بنختلف معك. لو قلت يا الله أدي فلان ده قروش، نحن ما بنختلف معك. لو سألت الله في أي حاجة نحن ما بنختلف معك، لكن نحن بنختلف معك في قولك إن ناب خضب في البلاد نزيل
قل يا ولي الله إسماعيل. وربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ونحن عارفين كلامنا دحار، لكن الطبيب الحاذق لما تجي وانت عندك الله يكرمك عوارة ولا حاجة وفيها وسخ وكده، أول حاجة بيقوم شنو؟ بنظف لك الجرح لغاية ما الدم يسيل والناس بتكوري، لكن بعد ذاك بيكب لك الديتول زي ما حصل لهم هسي، إن شاء الله ينفعهم فهمت، وتتخارج ويدوك ترمس وبامبي ويدوك موية بتاع السجوك فهمت، وإذا ما تبت يدوك سم تتهري فهمت، وما بنحرقك بالجاز لأنه ما بجوز فهمت، وبعد ذاك تتوب لربنا سبحانه وتعالى. فده الحاصل. نحن يا أخواننا عارفين الكلام ده. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا ناس قريش قال لهم يا ناس اعبدوا الله وما تشركوا بالله، قال له والله دينك زي ماف، لكن لما قال لهم ما تنادوا اللات والعزة ومنات وهبل قالوا آها أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. من نادي الصالحين؟ من نادي اللات؟ انت عارف اللات ده بيسوي شنو؟ وهم قال قبيل الكسرى قال يا انت مسكين انت ما عارف اللات، اللات ده بيسوي لك عصيدة من عسل ومعاها زبيب فهمت، ومعاه مويتلك فهمت، دي كان بيعمل اللات بيعملها للحجاج. وابوك الشيخ عنده ملاحم ثلاثة بيدغمة مهيوبة، الجماعة بيشتغلوها بالكوريك، يقول لك من أكل طعامنا دخل الجنة، بتخش الحواجز أوعك. أنا ما زمان مشيت للصابونابي، كنت ضال والحمد لله ربنا هداني، مشينا للصابونابي وشال مننا قروش لا هنأه الله بها فهمت حتى يتوب، قام جاب لنا كسرة حمراء، والله تدخل في أيدك ترجع يدك تاني، تدك كذا يدك تاني بترجع عشان تطعنها ظن الله يجيب لك بوكلين فهمت، وتقطع كذا وكسرة مسيخة، يقول لك أهل الله وأنا أكل، أنت ما شايف السعودية هناك أمشي الحج، شوف يا صوف مش دار أكل، أمشي هناك أمشي 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 رمضان خليك من الحج. في شركات بتتبنى الحج ده كله، الحج ده الشات يقول لك ده ما بزول يأكلوا إلا نحن، موية زمزم قدامك كله مترين في حفاظة بتاع الزمزم، ها كله وجبة في محلك بيجيبوا لك الأكل، وما بيجيبوا لك كسرة مرة بيجيبوا لك جداد، الجداد يا زول جدادة شبعانة فهمت، الجداد لو أكل الصوفي أنا متأكد بيحصل له انفتاح في العقل الباطن والله الذي لا إله غيره فهمت، جدادة عجيبة ذاتها، جدادة تقول بترفع حديد، جدادة محترمة كده من البيك ومن ما أعرف المهم خلينا منه، وبيجيبوا لك مع عصير والبلح، المدينة اللي بتكورك فوق هنا يا بلح المدينة، وطبعا دي شايلة من غنية اسمها يا سمسم القضارف قلبها مدحة. المهم هناك بيجيبوا لك تاكلوا يا صوفي تاكلوا، وبعد ده ما بيجيبوا يمتنوا لك، ما بيجيبوا يمتنوا عليك، وبوزعوا عليك فهمت، ويكرموك، وبتلقى العساكر ذاته بيجي يرشوك بالموية وانت في الحج واقف بتدعو الله في عرفة، بيجي يجيهوك بالموية عشان تترفع، بعد ما يشكر بدل ما يشكر الله صوفي يقول كب يا ابو قرقاب، يقرقب عيونك، قرقاب عنده شنو اسي؟ قرقاب جاب لك جداده؟ انت لو دار الاكل امشي شوف هناك، شوف البلد دي بلد شبعانه بالتوحيد، السودان ده من ناحيه ثروات وموقع جغرافي واي حاجه احسن من السعوديه من ناحيه موقع جغرافي، ومن ناحيه بتاعت معادن ذهب حديد نحاس، كل البلاوي دي قاعده في السودان، بترول ايش قاعد؟ عندنا نيلين فهمت؟ عندنا امطار، عندنا أجواء مختلفة من الصحراء القاحلة لغاية الخريف الثقيل، بغادي في الشمالية ما في مطر ثقيل، دي نعمة عشان البلح ما يجي واقع، بغادي في الخريف الثقيل عشان يقوم الدخن وتقوم الحبوب، ربنا قال يا صوفي ربنا قال لك فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة، ربنا قوم لك الحبة أكلت الملح وجاب لك الفاكهة حليت بها وأكلك أنت وبهيمتك وفاكهة وأب طعام البهائم، بعد تقوم فوق يوه وتحسونه من المدفونة، ده شكر الله؟ ده ما شرك فهمت؟ فيا أخواننا ده كلام عجيب، ده كلام عجيب. انت ما بتجي تمون على الناس انه احنا بناكل الناس، وقال الوهابيه ديل قال ديل ناس بخلاء وكلام زي ده، انت لو دار الكرم تعال الناس بتكرمك بالموجود، الحمد لله الناس ما بتحتاج لكلام زي ده، وذات الانسان ما بيمن بالعمل الصالح وانما يسال الله سبحانه وتعالى يتقبله، وقبل جايب لهم شويه بلح بجاي واقفين بيه اظن عشان يخش بيه المداخله دي فهمت، عمل البلح قبل عليك انا اشوف الخساسه دي ما تكون ليه تعمل كده فهمت؟ طيب قال
قال نحن بنعتقد انه الشيخ بيخلق وبجيب المطر. طيب انت بتعتقد كده وربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ربنا قال اخواننا تأملوا، خليك من صوفي وهابي وغيره، ربنا قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الآية دي معناها شنو يا شباب؟ انه غير ربنا ما زول بيقدر يعمل الحاجات دي، صح؟ وهو قال بيعتقد انه الولي شنو بيخلق وبيجيب المطر، وقال بيحملك انت ذاته، صح؟ وربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ قال هو ربنا هو اللي بيخلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيحيي وهو شنو؟ هو اللي بيميت. وقال مشكلة، قام يتحداهم، قال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون. فما ممكن يا اخواننا زول دي تكون عقيدته، دي عقيدته، ويجي يقول لي ما تتكلم لي، والله يا دوب انا بحذر الناس من النار واحذرهم من وعيد الله واحذرهم من الطرق الصوفية الورطت كثير من اهلنا، كثير من اهلنا يتورطوا وبيجوا مع الصوفية ديل، نحن خايفين عليهم. والله لو نحن انت قال لي انا ما قادر اتكلم لك في الوضوء وهو من الدين، واتكلم لك عن بر الوالدين وهو من الدين، واتكلم لك عن الحجاب وغيره من فضائل الاعمال ومن الامور الواجبه والسواك وغيره، ما قادر اتكلم؟ قادر قادر، لكن انا بكون غشيت الامه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه قال الى ان يوحدوا الله في البخاري. فانا ما ممكن القى زول يا اخواننا واقع في شرك، وربنا قال ان الله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه شنو؟ النار. ما ممكن القى زول واقع في شرك وزول مثلا ما بيستعمل السواك، اجي اتكلم محاضره كامله في السواك واخلي بتاع الشرك، زي الدكتور اللي بيلقى زول راسه مفتوح واصبعه مقطوع في حادث يبدا بالاصبع، الدكتور ده مش المفروض يمشي يودوه زريبه ولا شيكينيبه؟ ها؟ المفروض يجردوه من جميع النواصب والجوازم، ده ما بيستحق يبقى دكتور. فبتبدا اول حاجه براس الامر كما قال رسول الله راس الامر الاسلام الى اخر الحديث. طيب قال هل قدرة الله عاجزة؟ لا ما عاجزة، ما جبت حاجة جديدة، لكن ربنا القدرة ما عاجزة، قال في أفعال ما بيعمل إلا هو، الخلق، الرزق، التدبير، علم الغيب إلى غير ذلك من الأمور. عموما نحن طولنا على الناس، والآخر نقطة قال هو المناظرة، نحن ما عندنا فيها مشكلة، نحن جاهزين للمناظرة في أي زمان وأي مكان، بشرط واحد إنه المناظرة تكون مع واحد من شيوخهم هم، ديل الصغار ديل ما دارينا، طلع ما جا قادر يجيب دليل، جيب القال عنده 70 دليل، انت ما عندك دليل، جيب القال عنده 70 دليل، الخنجر، الازيري، حامد بابكر، غيره من ناسك ديل، جيبهم هنا، الساون علينا، والصيوان علينا، والكراسي علينا، والكهرباء علينا، فهمت؟ والبلع علينا، والكسر علينا، والجاز علينا، فهمت؟ كله ان شاء الله علينا، وان شاء الله نحرق باطلك بأدلة الكتاب والسنة، ما بالجاز، بنحرق شبهاتك دي كلها ونبين الحق للناس. بارك الله فيكم، جزاكم الله.